مساء الخير واهلا بكم حلقه جديده وهنا العاصمه. حلقتنا النهارده يعني صحيح انها مش ممتده لكن احنا هنكمل على سي بي سي اكسترا بعد هذه الحلقه لمتابعه التغطيه الاخباريه لسي بي سي اكسترا وللنهار اليوم المنضمتان من السادسه مساء وحتى صباح الغد. عندنا تغطيه اخباريه مهمه جدا بدات من السادسه مساء اليوم وهتمتد حتى فجر بكره حيث اعلان نتائج الانتخابات الامريكيه. انا هخلص هنا في سي بي سي في برنامج هنا العاصمه لكل مشاهدينا على هنا العاصمه ثم انتقل من ال11 واقعد معاكم بقى لحد ما شاء الله لحد ما نشوف اخبار الولايات الاولى للانتخابات الامريكيه. المعركه ساخنه بين هيلاري كلينتون والمرشحه الديمقراطيه وبين دونالد ترامب المرشح الجمهوري، لكن كل استطلاعات الرأي بتتجه في اتجاه يعني حسم هيلاري كلينتون مبكرا الانتخابات لصالحها بأكبر عدد من مش أصوات الناس ولكن أكبر عدد من أصوات المجمع الانتخابي. زي ما احنا عارفين أمريكا انتخابات غير مباشرة، يعني الناس ما بتخشش على ورقة الانتخاب تقول أنا هنتخب هيلاري ولا هنتخب ترامب، بتقول أنا هنتخب مين من أعضاء المجمع الانتخابي، ودي قصة معقدة جدا، بس مين من أعضاء المجمع الانتخابي اللي هيرشحوا هيلاري أو ترامب. وعندهم في أمريكا نظرية the winner takes it all، يعني اللي هياخد أكبر عدد من الأصوات الشعبية بياخد أكبر عدد كل الأصوات بتاعة المجمع الانتخابي. كل مرشح محتاج عشان يكسب 50+1 من أصوات المجمع الانتخابي، يعني محتاج 270 صوت. 270 صوت دي بتبقى متوزعة على عدد من الولايات. كاميراتنا هتكون في كل مكان، وزي ما انتم شايفين دلوقتي احنا دي صور التصويت من أوهايو، من كولورادو، من شيكاغو، وده كان تصويت المرشحين اليوم، كلينتون وأسرة الرئيس السابق بيل كلينتون وابنتها تشيلسي، وأيضا دونالد ترامب وزوجته ميلانا ترامب. يعني هيبقى عندنا تغطية واسعة، وأيضا بعد قليل هيكون معانا زميلنا عزة إبراهيم مدير تحرير الأهرام اللي موجود هناك في نيويورك، ولكن التغطية الأوسع هتبتدي من ال11 مساء حيث هنتابع معاكم بقى بدايات النتائج. والنتائج الأولى هتبتدي حوالي 12:30 كده تقريبا، لأن أول يعني أول ولايات هتغلق أبوابها في السادسة مساء، يعني 12 بتوقيت القاهرة، ودي هتكون احنا متوقعين انديانا وكنتاكي هم يكونوا اول ولايتين تعلن فيهما النتائج. ودول ليه اول ولايتين انديانا وكنتاكي؟ لانه بنحسبهم ولايتين في الايست، يعني ولايتين شرقا، فبيخلصوا بدري ويكونوا هم فتحوا بدري وبيخلصوا بدري، يقفلوا الساعة 6، وبالتالي النتيجة بتظهر عندهم بدري. هناك النتائج يعني اسرع من كده، خاصه انه في early voters، يعني في ملايين، حوالي 21 مليون مواطن امريكي بالفعل قاموا بالتصويت مبكرا. عندهم نظام التصويت المبكر بدري، بيصوتوا قبل يوم الانتخابات عشان ما يقفوش في الطوابير الطويله. لكن هذه الانتخابات نتيجتها الفعليه بتتعرف بعدها بيومين، لكن على الفجر النهارده نكون عرفنا بالظبط مين من المرشحين قدر ان هو يحرز ال 270 صوت انتخابي او صوت من المجمع الانتخابي. ونكون معاكم من سي بي سي اكسترا ومن النهار اليوم في تغطيه مباشره حيث انضمت القناتان لتقدم لكم ما نستطيع من افضل تغطيه لهذه الانتخابات الهامه جدا. طيب هنتكلم بعد شويه على تاثير هذه الانتخابات علينا، هنتكلم ماذا اذا وصلت هيلاري، ماذا اذا وصل ترامب، لكن خلوني اقول لكم عندنا ايه النهارده. النهارده غير فقره الاخبار، وعندنا اخبار اقتصاديه مهمه جدا، عندنا ايضا فقره للاسره المصريه، زي ما عملنا فقره بنكلم الناس وبنقول لهم ازاي ترتبوا ميزانيتكم في الحياه، ازاي تنزلوا تشتروا الحاجه، ازاي ست البيت تقدر انها تعرف
توضب ميزانيتها في ظل ارتفاع الأسعار. احنا كمان النهاردة بنوجه كلامنا للست المصرية، للمرأة المصرية، ازاي تشتري هدومك، ازاي تكوني جميلة وأنيقة وفي نفس الوقت مش لازم تشتري الهدوم المستوردة، ازاي تشتري أفضل ذوق بأقل أسعار، ازاي تكوني شيك بأقل تكاليف. عندنا عدد من الديزاينرز، عدد من مصممي الأزياء، عدد من الناس اللي عندهم أفكار وعندهم سايتس على الإنترنت. عندنا فتاة شابة ستايلست شابة هتتكلم لبنات الجامعة ازاي تختاري هدومك، ازاي الحياة من المصريات زمان كانوا أكثر النساء أناقة في المنطقة، لكن حصل لنا كده تغير وتدهور فبقينا بنشوف الأذواق مش قد كده يعني. فاحنا عايزين نرجع الذوق الراقي المحترم، سواء كنت محجبة أو غير محجبة، والحجاب يكون هادي وألوانه هادية مش مليون حاجة فوق بعض فبيبقى أشكال غريبة شوية في الحجاب. محتاجين نستعيد الذوق الراقي بأقل تكلفة، ازاي ان انت تكوني لابسة حلو ومش لازم تكوني لابسة غالي، تناسق الالوان، الموضة تبقى عاملة ازاي، ازاي تكوني ماشية على الموضة ولكن مش لازم يعني اخر الصيحات، ومش لازم تلبسي بنطلونات مقطعة، ومش لازم يعني في حاجات كتيرة ممكن نفكر فيها انه شكل المرأة المصرية يعود للشكل اللي احنا فاكرينه بقى في الستينات، حفلات ام كلثوم والستات اللي كانوا بالفوريرات ولابسين فساتين سواري حلوة. هذا المشهد اللي كنا بنشوفه في الافلام المصرية الابيض واسود، نفسنا ترجع المرأة المصرية نموذج للأناقة مرة اخرى. كنا دايما يعني ستاتنا كانوا هم نموذج الأناقة في منطقة الشرق الأوسط. ما عرفش حصل لنا إيه، تدهورنا، لكن إن شاء الله نرجع تاني. شكل الست المصرية كان حقيقة شكل جميل جدا. خلونا نبدأ بالأخبار، وخبرنا الأهم النهاردة هو عن صندوق النقد الدولي، حيث أعلنت كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق سيكون يوم الجمعة 11 نوفمبر الجمعة القادم. إذن بعد 3 أشهر بالضبط، 3 أشهر، احنا مضينا الاتفاق المبدئي وأعلن عن الاتفاق المبدئي في 11 أغسطس، بعدها ب3 أشهر، بعض يعتبر دي فترة طويلة، بعدها ب3 أشهر بالضبط يعني سيتم عقد المجلس التنفيذي للصندوق، صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع فيه أن يوافق الصندوق على قرض بقيمة 12 مليار دولار. الشريحة الأولى من المتوقع أن احنا نحصل عليها بعد يومين تقريبا أو 3 من يومين عمل من اجتماع البورد. احنا متوقعين أن البورد يوافق على القرض يوم الجمعة، عندنا سبت وحد أجازة ويكند، إذن بنتوقع أنه القرض يعني ناخد الشريحة الأولى اللي هي 2.5 مليار دولار حوالي يوم الثلاثاء المقبل. بعدها في شريحة تانية اللي هي 1.5 مليار، ويبقى دي الشريحة الأولى. احنا كل سنة على 3 سنوات كل سنة عندنا 4 مليار دولار. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك خلاص انه تمت الموافقة على الإجراءات، أو أن مصر هذه الإجراءات اللي مصر اتخذتها ضمن برنامجها الاقتصادي الإصلاحي، البورد بيبص عليها وبيوافق عليها وبالتالي يبتدي صرف هذه الأموال. معي على الهاتف السيد وزير المالية السيد عمرو الجارحي. مساء الخير يا سيد الوزير. مساء النور يا استاذه لبيب، اهلا بحضرتك. هل فعلا التوقعات انه الشريحه الاولى ناخدها يعني على يوم الثلاث مثلا، 3 4 في هذه الحدود؟ بالكثير قوي، يعني عاده بعد ما بتتم الموافقه بيكون في غضون مثلا 48 ساعه او 72 ساعه، يعني يومين او 3 من ايام العمل يعني. فبالتالي ممكن ان شاء الله يوم الثلاث او الاربع نحصل على الشريحه الاولى باذن الله. هل الاجتماع البورد لصندوق النقد الدولي بيتطلب حضوركم، يعني حضور حضرتك وحضور محافظ البنك المركزي ولا لا؟ لا لا لا، ما بيتطلبش خالص حضورنا، لانه احنا بعتنا امبارح، يعني انا امبارح مضينا خطاب النوايا انا ومحافظ البنك المركزي امبارح وبعتناه، وده كان المستند اللي فاضل ان احنا نبعته علشان
نستكمل الاجراءات وهيخشوا البورد ان شاء الله يوم الجمعه. وكريستين لاجارد طلعت ستيتمنت يعني او كلمه بتصور انها كلمه قويه جدا في دعم البرنامج المصري، وكانت بتتكلم فيه على حاجات مهمه جدا، ممكن طبعا حضرتك تكوني شفتيه واعتقد انها ستيتمنت كويسه جدا. يعني خليني اسالك ايه اهم حاجه في كلمه كريستين لاجارد قبل ما اقراها للناس؟ انها بتتكلم ان الحكومه المصريه خدت الاجراءات المطلوبه علشان نحط الاقتصاد المصري على المسار الصحيح، علشان ان احنا نحقق نمو خالق لفرص العمل بشكل كبير او غني بتوفير فرص العمل بشكل كبير، وانه انه الحاجات اللي اتعملت او مجموعه الاجراءات اللي اتخذت زي في سعر الصرف بيساعد على انه يساعد مصر في التنافسيه بتاعتها بشكل كبير، في سواء الصادرات او في جذب الاستثمارات من الـ من الـ من الخارج، وده بيساعد بشكل كبير جدا. برضو فكره التحرك على الـ اسعار المواد البتروليه بيساعد من تخفيف الضغط على الـ 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 الهيئه المصريه العامه للبترول، وبالتالي الموازنه العامه للدوله كاجراء الدوله بتتخذه وخطط اعلنتها في التعامل مع مثل هذه الموضوعات، حتى يعني تدريجيا بنتخلص من مثل هذه الامور اللي بتحط عوائق كبيره جدا على الاقتصاد المصري. وفي الاخر قالت انها هتوصي للمجلس اداره الصندوق ان هم يوافقوا على الخطه الطموحه للبرنامج المصري اللي هيحط الاقتصاد المصري على الطريق ان هو يعمل بكامل طاقته. سيادة الوزير، هل اتمنى يعني هل حصلنا على 6 مليار اللي الاتفاقات الثنائيه اللي المفروض تكون بالاضافه الى قرض الصندوق؟ يعني ممكن ناكد ان الكلام ده حصل. يعني احنا يعني بالفعل حصلنا على 6 مليار. صحيح يا فندم، صحيح. طيب منين، من اي دول يا سيادة الوزير؟ حضرتك في الصين 2.7، وكان في قبل كده الامارات كان واحد، وفي برضو كان فيما سبق كان في الوديعه اللي جت من المملكه العربيه السعوديه، وفي بعض الارقام الاخرى والبنك الدولي اعتقد كان في واحد كمان، البنك الدولي مليار دولار، فيعني المبالغ دي. واحنا كده استلمنا ال 2.7 بتاعت الصين. الموافقة تمت بشكل نهائي، فاضل بس بعض الإجراءات البسيطة اللي بتستكمل إجراءات إدارية فقط لا غير. كان في أعتقد فلوس أيضا من ألمانيا ومن فرنسا بقيم أقل، هل من الـ من الـ من الجي 7 دي مستنيينها بعد الموافقة، ونتصور انها برضه هتيجي في الفترة القادمة. حجم اللي جاي قد ايه؟ في نفس التوقيت هنبتدي ان شاء الله الروت شو بالنسبه للسندات، هنبتدي يوم 23 نوفمبر باذن الله. حجم اللي جاي من جي 7 قد ايه يا سياده الوزير؟ يعني الرقم اعتقد ان هو هيكون حوالين في حدود 600 مليون دولار. ده من جي 7 يعني المانيا فرنسا انجلترا واليابان. انجلترا واليابان. ماذا قلنا في خطاب النوايا يا سياده الوزير اللي احنا قدمناه للصندوق؟ خطاب النوايا بنتكلم فيه ان احنا يعني حطينا الخطط، يعني الحكومه المصريه حطت الخطط ويعني مدركه للصعوبات اللي بنقابلها، وبالتالي لازم ناخد الاجراءات اللي هي من شانها تحط الاقتصاد المصري على المسار الصحيح، وان احنا بنتقدم طبقا للمناقشات والمفاوضات اللي دارت، بنتقدم للحصول على الاكستندد فاند فاسيليتي او التسهيلات الممتده لمده 3 سنوات بقيمه قدرها 12 مليار دولار، متوزعه 4 مليار دولار كل سنه لمده 3 سنوات. الاهم من كده يا استاذه لميس برضو انه الجي 7 برضو طلعوا او الدول السبعه الكبيره طلعوا ستيتمنت مهمه جدا، ودي معناها انها بالوزراء الماليه السبعه للجي 7 ان هم بيدعموا البرنامج المصري وبيوصوا بالموافقه على التسهيلات اللي جايه من الصندوق النقد الدولي. هل ال 2.5 مليار دولار دول يدخلوا كايه؟ في عجز الموازنه يعني بالظبط هنستخدمه ايه استخداماتهم سياده الوزير؟ لا دي بتبقى يعني تسهيلات المبالغ بتيجي والعلاقه بتبقى يعني البنك المركزي بيستلم الفلوس، وبعدين بيبقى في علاقه في تغيير المبلغ ده ممكن بالنسبه لنا يتحول لنا بالجنيه المصري في دعم الموازنه.
الواحد ونص الأخرى الباقي من الشريحة؟ هل في إجراءات أخرى قبل أن نأخذ الواحد ونص اللي فاضلين من شريحة السلم؟ هو طبعا مع الصندوق زي اي حد بيشتغل مع يعني اي جهه بتموله بيبقى فيه مراجعات للاجراءات اللي بتتم والخطوات اللي اتخذت وتحقيق المستهدفات والكلام ده كله. فطبعا دي حاجه بيبقى زي عمل مستمر ما بيننا وما بين الصندوق بحيث انه يتم ده في التوقيت اللي هو بيبقى في النصف الثاني من السنه. ايوه بس في اجراءات اخرى، يعني ايه هي الاجراءات الاخرى اللي هيرجعوها علشان يدونا باقي لا الشريحه؟ مش اجراءات اخرى يرجعوها، بنتكلم في مراجعات لما تحقق على الارض. يعني لما بتكلم النهارده ان انا عندي حاجات في ارقام بحققها وفي عجز الموازنه وفي السياسه النقديه وغيره بيراجع معانا هذا الكلام، وده امر طبيعي بيحصل. يعني لو ما كانش ده موجود كان ممكن يدونا المبلغ كله من اول السنه وخلاص، لكن في الحاجات دي بطبيعة الامور بيبقى فيها مراجعات لما تم على الارض. سيادة الوزير، في شكوى من الدولار الجمركي من تذبذب أسعار الدولار الجمركي طبقا طبعا لسعر الصرف، مفهوم، لكن الشركات والمستوردين مش عارفين يحسبوا يعني واخدين بالنا، وهنتناقش مع معالي رئيس الوزراء وهنتناقش مع سيد محافظ البنك المركزي ان شاء الله بكره بحيث ان احنا نشوف افضل وسيله ممكنه للتعامل مع مثل هذا الموضوع، لكن الموضوع موجود في يعني قصادنا ويعني وهنشتغل عليه عشان نتفق على شيء يكون يسهل المهم على الناس. هل حسبتوا تكلفه رفع عائد شهادات قناه السويس ال 15.5% عائد ده على الميزانيه ايه؟ او يعني تاثير ده على الميزانيه؟ عارفينه في حدود 2 مليار جنيه، بس احنا بنشوف انه ده كان امر هام جدا لانه قناه السويس كموضوع مهم جدا وكان في دعم للمشروعات القوميه الكبيره ولازم يعني نتفاعل مع اللي حصل بحيث ان احنا العوائد بالنسبه للناس تبقى عوائد مجزيه في ضوء اللي حصل في الفتره الحاليه. ارقام ده اخر سؤال، الربع الاول مؤشرات الربع الاول اللي هي هتعلن خلال ايام، يعني على الاقل تقول لنا النمو وعجز الموازنه اخبارهم ايه؟ لا انا اقدر اقول لحضرتك انه عجز الموازنه الكلي 2.4 مقابل 2.8 الربع الاولاني من السنه الماضيه. طب ده كويس. والنمو يا فندم؟ لا ده بيطلع من وزارة التخطيط، فلازم نعرفه من وزارة التخطيط. بشكرك شكرا جزيلا، بشكرك شكرا طيب. جزيلا السيد وزير المالية السيد عمرو الجارحي اللي قال لنا مجموعة كبيرة من الأخبار، أولها أنه احنا فعلا متوقعين أنه الشريحة الأولى ناخدها في الثلاث تقريبا، لأنه بناخد تو وركينج دايز بعد الموافقة، متوقعين الموافقة تكون يوم الجمعة. ال 2.5 مليار هيدخلوا في سد الفجوة التمويلية، وبالتالي دول هيخشوا ميزانية يا جماعه، يخشوا البنك المركزي يعني بالدولار، والميزانيه تاخد المعادل بتاعها بالمصري. الفرق وتاثير التغيير اللي هو ال 15.5 او شهادات قناه السويس من 12.5 ل 15.5 تاثيره 2 مليار جنيه على الموازنه، ولكن في حاجات هم بيهتموا بيها وده مهم جدا عشان الناس ما تكسرش وتتخلص من هذه الشهادات. الترويج للسندات الدولاريه احنا عارفين ان هو على يوم 20 تقريبا هنبتدي الترويج ل السندات الدولارية، والدولار الجمركي غدا هناك اجتماع في مجلس الوزراء، اجتماع طبعا الأسبوعي لمجلس الوزراء اللي هيراجع حاجات كتيرة، وغدا أظن أن هيكون في قرار بشأن الدولار الجمركي لكل من سألنا عن الدولار الجمركي. خلوني أقول لكم أنه فعلا كلام كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كان كلام إيجابي جدا عن الخطوات التي اتخذت، اعتبرتها خطوات مهمة لإصلاح الاقتصاد المصري، وإن ده كل ده سيحسن من تنافسية مصر خارجية، معالجة النقص في العملة الأجنبية، ومساندة الصادرات والسياحة وجذب الاستثمارات. وقالت لاجارد أنني أوصي البورد أو أوصي المجلس التنفيذي بالموافقة على هذا القرار أو موافقة على القرض، وتقديم هو طبعا حاجة اسمها تسهيل القرض الممدد بمبلغ 12 مليار دولار على 3 سنوات. هذا القرض مش قيمته في الفلوس،
هذا القرض قيمته أنه شهادة ثقة من صندوق النقد، أهم مؤسسة مالية في العالم، أن هذا الاقتصاد يسير على الطريق السليم. الجي 7 أو مجموعة السبعة تبتدي تدعمنا، وزي ما قال سيادة الوزير احنا بنتكلم في حوالي 600 مليون جايين لنا من الجي 7، من دول السبعة الكبار، جايين لنا من اليابان، من انجلترا، من فرنسا، ومن ألمانيا، دعم من الجي 7. غير أنه قال لنا كمان أنه 6 مليار قد تم حسمها وخلاص، ويعني فاضل بس الـ 2.7 الموافقة جات النهاردة وفي السبيل للإجراءات الأخرى. خلونا نعرف أخبار البنوك إيه، ومعي على الهاتف الأستاذ يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي. أستاذ يحيى مساء الخير. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. يعني أنتوا الدولار واصل كام عندكم دلوقتي النهاردة في البنك؟ النهاردة بعد الإعلان اللي قالته ميزر لاجارد، أعتقد سعر الدولار نزل بشكل كبير، نزل حوالي بقى 17 وربع بعد ما كان وصل في بدايات اليوم إلى أعلى من كده بكثير، لكن في مع نهاية اليوم نزل إلى 17 وربع. في بعض المؤشرات الجيدة اللي أنا شايفها أحب حضرتك تتعرفي عليها، إنه على مدار الأيام اللي فاتت كل يوم الحصيلة تقريبا بتزيد أكتر من ضعف عن اليوم اللي قبله. الحصيلة الدولارية. الدولارية. نمرة اتنين، ان المعدل حتى التحويلات اللي جاية من الخارج، من المصريين بالخارج، معدلات التنازل عنها، احنا لغاية يوم الاربعاء اللي فات كان المعدل اليومي تقريبا بيدور حوالين 1%، ما بيزيدش عن 1%. النهارده احنا بنتكلم على 40% من الحصيلة بتتباع بالفعل من هذه الحوالات. مؤشرات اخرى، ان في ناس عملاء جم اشتروا، بيشتروا مننا، والوقت لما حبوا ينزلوا يشتروا من السوق لقوا برضه بنفس السعر تقريبا اللي موجود في البنوك هو، فبالتالي كله بقى يلجا للبنوك تقريبا. في قصه الشراء، في قصه شراء الدولار، هل انتوا بتوفروا دولار لطالبي الدولار من الافراد، او من ابتديتوا تفتحوا اعتمادات، ولا بتخلصوا الاعتمادات الباك لوجز اللي متاخره عنكم؟ لا احنا حضرتك موجهين كل العمليات الجديده كلها. احنا على مدار الثلاث ايام اللي فاتت دي تقريبا عاملين ما يزيد عن 90 مليون دولار. نمره واحد. نمره اتنين، بنصرف دولارات للمسافرين في الخارج زي في حدود 1000 دولار اللي من عملائنا، او 300 من غير عملائنا. زودنا الكريدت كارد بحيث ان من حق العميل انه يقدر يصرف الكريدت كارد بتاعه، يقدر يصرف من خلال الكريدت كارد وهو مسافر بره. زائد لو تقدم لنا حد للصفقه للعلاج او للدراسه او كده خارجيه، دي بنستجيب بيها على الفور. الارقام عم بتزيد، اللي هي ارقام الشهادات، يعني بنتكلم في 30 مليار وصلت شهادات الـ ما بين ال 20 ال 20 دي ال 20% ولا 16 ولا الاثنين؟ الاثنين مع بعض، لكن هي النسبه الاكبر غالبه على ال 20%. لكن هو السؤال بقى، هل دي فريش ماني، دي فلوس جديده، ولا دي فلوس يعني ودايع، او يعني شهادات بتتكسر وبتروح بتتحط في الشهادات الاخرى؟ تقريبا 70% منها من كسر ودائع سابقه او شهادات سابقه، لكن 30% منها تقريبا لغايه دلوقتي هو الفريش، وجزء منها من اللي هو بيبيع مثلا عمله اجنبيه وبيقدر يشتري. فده انا شايفين يوم عن يوم برضو نسبه الفريش بتزيد، او الكاش الجديد هو بتزيد عن القديم، لان هيجي في لحظه بيقف اللي كسر الشهادات القديمه، ويبتدي كل اللي جاي يبقى فريش من خارج الجهاز المصرفي. ونسبه اللي بيكسر، اللي بيبيع عمله اجنبيه عشان الشهادات دي، في نسبه معقوله ولا؟ لا، نسبه مقبوله، نسبه مقبوله جدا والله. تقريبا قد ايه يا استاذ يحيى؟ يعني لا مش معايا النسبه بالظبط، لكن بتزيد كل يوم. طيب مصريين في الخارج، هل ابتديتوا تشوفوا تحويلات ولا ايه حركه ال ما ده اللي انا بقول لحضرتك، التحويلات اللي بتجي لنا من الخارج اولا يعني تضاعفت اكتر من 4 مرات. نمرة اتنين، انه التنازل عنها بدل ما يصفها بالعملة الاجنبية بصفها بالجنيه المصري، وبالتالي انه هو بيتنازل البنك، زادت من 1% الى 40%. فده مؤشر يعني انا شايف انه ممتاز، يعني بدل ما كان بياخد الدولارات ويبيعها بره، هو لو عايز جنيه مصري بيبيعه جوه البنك. بيبيع جوه البنك، وصلت ل 40%، واعتقد مع توقعات انه لما مثل اي ام اس لما قال انه هو يوم الجمعه 11/11 هتوصي بتوقيع العقد، اعتقد ده هيساعد على ان الاسعار كمان ممكن تهدى، فبالتالي ناس كتير اعتقد في الاربع والخميس دول اكيد هيحاولوا يخلصوا من العمله بشكل كبير قبل ما الاسعار تنزل عن كده. يعني ليه شايف في تاثير، ليه شايف التاثير ايجابي جدا لتصريح لاجارد؟ لان اولا التحويلات يعني في خلاص اي ام اف وافق على القرض،
هيبتدي يحول المبلغ. اذا في استقرار عمال يزيد، احنا متوقعين لعمله سعر العمله عمره ما هيستمر بهذه الاسعار. دي الاسعار الحاليه عمليه تذبذبات لانها لاول مره بتحدث عمليه التعويم بشكل كامل، لكن مع الوقت، لان انا هقول لحضرتك مثلا انا عندي عملاء كتير وبالذات المالتي ناشونال منهم رفضوا انهم يشتروا بالاسعار الحاليه لان هم بيقولوا ان هذه اسعار مغاله فيها، واحنا نعتقد ان الدولار لن يزيد باي حال حوالا عن 13 جنيه، دي وجهه نظرهم. فبالتالي اعتقد كثير من العملاء مش عايزين يشتروا بهذه الاسعار العاليه. نعم، بشكرك استاذ يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس اداره البنك الاهلي. اذا بنتابع معاكم الوضع، وزي ما قلت لكم احنا مش قلقين على الاطلاق. الدولار يوصل 18 يوصل 19 ده لا يقلق، لان احنا عارفين ان هيبقى فيه اوفر شوتنج، فبالتالي ده ما يقلقناش. لازم نبص على مجموعه حاجات، التنازلات اللي جوه البنوك عامله ازاي، الناس هل بتكسر ودايع او بتكسر ودايعها الدولاريه او بتسيل دولارات عشان تشتري الشهادات الجديده ولا لا، وده واضح ان النسبه بتتزايد في ده. المصريين في الخارج وتحويلاتهم، هي دي النقط المهمه. فكره الشهادات مهمه ايضا ولكن ليست بهذه الاهميه، لان في النهايه الشهادات دي عبء طبعا على البنوك رغم انها بتقدم فايده للمواطنين. خلونا بقى نذهب للانتخابات الامريكيه اللي خلاص ال 50 ولايه دلوقتي شغالين في البولينج ستيشنز، وكلهم يعني كل الناس بتذهب للانتخابات، طوابير كتيره في كل مكان في كل الولايات الامريكيه. ومعي عبر سكايب زميلنا عزه ابراهيم مدير تحرير جريده الاهرام من نيويورك. عزه، متوقع ايه اول ولايات اللي احنا هنسمع صوتهم او هنعرف ان هم يعني نتائجهم ايه، وايه توقعاتكم؟ مساء الخير يا استاذه لميس، يعني بحييكي وبحيي الساده المشاهدين. احنا هنتكلم دلوقتي عن تقريبا منتصف الوقت في العمليه الانتخابيه. من المتوقع طبعا انه اغلاق التصويت هيكون حوالي الساعه 7:30 بدايه الولايات اللي هتبتدي فيها عمليه الفرز او عمليه اعلان النتائج. حضرتك عارفه انه التصويت الالكتروني بيتم عن طريق ماكينات بتحسب الاصوات بشكل طبعا سريع وسهل جدا، عمليه العد بشكل تلقائي. احنا عندنا في الولايات اللي مفترض انها نبدا بيها هتكون الاغلاق في اوهايو الساعه 7:30 بتوقيت شرق 7:30 يعني مش 6 ها 7:30 7:30 بتوقيت شرق امريكا، يعني 2:30 بتوقيت القاهره صباحا. توقعات اوهايو انها توقع بتقدم ترامب في هذه الولايه، لانه طبعا حضرتك عارفه ان هو انفق كثيرا من الاموال وانفق كثيرا من الجهد لمخاطبه الطبقه العماليه من البيض اللي بيحاول يوصل ليهم من بدايه حملته الانتخابيه. السيناريو بقى لو خسر اوهايو هتكون خساره كبيره ليه، وربما تؤدي الى خساره اكبر في الولايات الباقيه. يعني هو مفترض ان هو يفوز ما بين 4 إلى 5 ولايات كبيرة حتى يضمن أنه يوصل للرقم المطلوب في المجمع الانتخابي 270 صوت. الساعة 8 بتوقيت شرق أمريكا هناك إغلاق في فلوريدا. فلوريدا 29 صوت في المجمع الانتخابي، ومفيش توقع لنتائج فورية لأن فلوريدا من الولايات اللي هي دايما بتنتظر فتره من الوقت حتى اعلان نتيجتها. يعني في 2012 فلوريدا كانت تجاوزها اعلان نتيجه الانتخابات لان اوباما كان ضمن بالفعل يعدي ال 270 وكان تجاوز ال 312. بالتالي فلوريدا المره دي ليها درجه كبيره من الاهميه، انها من الولايات الحاسمه وحاسمه بشكل قاطع لابد ان يفوز بها حتى يفوز بالرئاسه. لو قلنا انه لو تعرض لخساره في اوهايو وفلوريدا اعتقد انه السباق هيكون انتهى بالنسبه لي. لو حوالي الساعه 8 برضه واعلان متتالي هيكون نورث كارولينا وبنسلفانيا. لو فاز اوهايو وفلوريدا هيكون لنورث كارولينا وبنسلفانيا اهميه. لو لم يفز اعتقد انه هتبقى المساله زي ما انا قلت هتبقى تحصيل حاصل.
بعدين في ولايه من الولايات بعدها بدقائق نيو هامشاير وولايه مين. نيو هامشاير لها اهميه لانه بيسعى لو نجح في انه يفوز بيها وكان حقق نتيجه كويسه في الولايات اللي قبلها ربما ده يؤدي الى مزيد من التقدم ليه. طيب احنا عندنا بعد كده التتالي تتابع الولايات حتى الصباح. طبعا في ولايات تمثل الجائزه الكبرى زي ولايه كاليفورنيا، لو فاز بكاليفورنيا او اكثر من 60 صوت في المجمع الانتخابي اعتقد انه مش محتاج يفوز في حاجه ثانيه او محتاج انه يعوض، لكن لا نيويورك ولا فلوريدا، لا نيويورك ولا كاليفورنيا عنده الشعبيه الكافيه انه يقدر يحسمهم ويطلعهم. طيب السؤال في مصر يا عزت هو أيهما أصلح لنا؟ يعني واضح أن حظوظ هيلاري أكبر بكتير في هذه الانتخابات طبقا للبولز ودعم الميديا وغيره، لكن من أصلح لمصر، أن يأتي أن تأتي هيلاري ولا أن يأتي ترامب؟ أنا شايف أنه مسألة أنه الفشل المتتالي في الشرق الأوسط بيجعلنا نتعامل بحذر شديد مع مسألة من الأصلح، لأنه إحنا كثير من التوقعات على رؤساء سابقين في الولايات المتحدة لم تأتي بالنتيجة المرجوة. بالتالي أنا شايف أنه الطرح بتاع ترامب ربما يكون جذاب لينا إحنا في هذه المرحلة، لأنه بيتكلم على تكوين جبهة موحدة ضد الإرهاب، بيتكلم على مسألة أنه التحالف مع القوى المعتدلة في المنطقة لصياغة مواجهة حقيقية مع قوى الإرهاب، بينتقد تراخي الإدارة الأمريكية وبينتقد أنها بتمالك تيارات الإسلام السياسي ومقدمتها الإخوان المسلمين. وكنت اتكلمت مع وليد فارس من يومين اللي هو مستشار الشؤون الخارجية والشرق الأوسط في الحملة، وقال لي أنه شايف أنه في علامات استفهام على مسألة أنه استقبال الإخوان في واشنطن في الوقت اللي كان الأصوات الأخرى لا تهتم الإدارة الأمريكية بالاستماع إليه. أنا شايف أنه الكلام بتاع حملة ترامب محتاج يتاخد يعني بحذر برضه، رغم أنه كلام متفائل وكلام بيحاول يصب في مصلحتنا. على الجانب الآخر، الجانب الديمقراطي، أعتقد أنه الفريق الذي يعمل مع هيلاري أغلبه من الدبلوماسيين والسياسيين التقليديين الذين مروا على منطقة الشرق الأوسط مرات كثيرة وسنوات عديدة، وبالتالي الكثير منهم بيتشبث بمسألة إعطاء أولوية لمسألة حقوق الإنسان والديمقراطية، وهذه الأجندة المعروف عنها أنها هناك كثير من المراكز البحثية المقربة من الديمقراطيين التي تدفع بسبيل أنها تضاهي صدارة على حساب المصالح الأخرى للدول، وده بيؤدي إلى كثير من التشتت وكثير من التوتر مع دول زي مصر ودول كثيرة. أنا بشكرك زميلنا عزت إبراهيم مدير تحرير جريدة الأهرام من نيويورك، هنتابع معاك في تغطيتنا على سي بي سي إكسترا بعد حوالي ساعة ونص من الآن، ونشوف إيه الأخبار والتطورات. زي ما قال عزت، الفكرة طبعا أمريكا institutions مؤسسات، ولكن تحليل بسيط كده، القضية مش في هيلاري نفسها، قد تبدو هيلاري هي اللي في الواجهة، لكن القضية في معاوني هيلاري، في الطاقم اللي هيعمل مع هيلاري. الطاقم اللي هيعمل مع هيلاري زي ما قال عزت هم من الدبلوماسيين المحنكين اللي لهم باع طويل في منطقة الشرق الأوسط، واللي بالفعل متمسكين بقضايا حقوق الإنسان. وبالتالي الفي بي بتاعها أو الفايس بريزيدنت بتاعها النائب الرئيس لهيلاري كلينتون هو رجل له تصريحات واضحة فيما يخص مصر وما يخص ملف حقوق الإنسان، ويرى أنه المساعدات يجب أن تكون مرتبطة بملف حقوق الإنسان. هناك أيضا كثير من أعضاء الكونغرس، خلي بالكم أنه في انتخابات كونغرس أيضا بتجري في نفس التوقيت، أعضاء الكونغرس الديمقراطيين اللي هو ما إذا فازت هيلاري هيتقدموا الصفوف لرئاسة اللجان، بالذات لجنة الأبروبريشنز أو لجنة المخصصات، وهذه اللجنة أيضا فيها اتجاهات لربط الدعم
دعم او ربط المعونه العسكريه مثلا التي تقدم لمصر بملف حقوق الانسان. فاللي مع هيلاري هم اللي ممكن نبص لهم اكتر من هيلاري. هيلاري تريد الاستقرار. هيلاري كانت ضد اسقاط نظام مبارك وذكرت ده في كتابها، لكن قضايا حقوق الانسان تتصدر القضايا اللي مع معاونيها، وعشان كده كان من القضايا اللي طرحتها على الرئيس السيسي في لقائهم في نيويورك مع على هامش الاجتماعات الأمم المتحدة، هي بعض المحبوسين من جراء قانون التظاهر. على الجانب الآخر، ترامب لا يمكن ان انت تاخد تصريحاته بشكلها كده، لانه لما اذا اصبح رئيسا فهناك تغير اكيد هيكون في المواقف، وربما تكون اهم يعني فائده اذا فاز ترامب هو انه يبقى في تكتل تصويتي اسلامي يتشكل في الولايات المتحده الامريكيه، الى جانب او يماثل او يشابه التكتل اليهودي او بدايات التكتل اليهودي. خلونا طبعا كل التفاصيل دي هنتابعها، وزي ما قلت لكم احنا متوقعين من 12، يعني دلوقتي عزت بيقول معلومه ثانيه ان هو 7 هتقفل 7، لو قفلنا 6، لو عندنا انديانا وكنتاكي قفلوا الساعه 6 يبقى احنا هناخدهم الساعه 12 تقريبا، او يبتدي النتائج من 12 ونص تقريبا. خلونا نشوف هذا التقرير عن الانتخابات الامريكيه مره اخرى. هذه انتخابات غير مباشره، مش انتخابات مباشره، وعلى سي بي سي اكسترا هنتابع معاكم كل هذه التفاصيل بعد قليل. نحو البيت الابيض تتجه انظار العالم اجمع، مترقبين حسم الناخبين في الولايات المتحدة اسم رئيسهم 45 لمدة 4 أعوام مقبلة. ومع احتدام الصراع بين المرشحين الديمقراطية هيلاري كلينتون والجمهورية دونالد ترامب، يخوض المتنافسان سباقا مع الزمن لجذب المزيد من أصوات الناخبين، خاصة في الولايات المتأرجحة وعلى رأسها ولاية فلوريدا، والتي قد تحسم هوية الرئيس الأمريكي المقبل. على مدار الصراع الانتخابي مر المرشحين كلينتون وترامب بمنعطفات كانت لها بالغ الأثر على شعبية كليهما، حيث فقدت المرشحة الديمقراطية العديد من مؤيديها بعد اختراق البريد الإلكتروني الخاص بها وتسريب نحو 100 وثيقة سرية كانت قد أرسلتها كلينتون حينما كانت وزيرة للخارجية. أما ترامب فقد تراجعت شعبيته كثيرا بعد تصريحاته المعادية والعنصرية ضد المسلمين، بينما كانت الطامة الكبرى بالنسبة له وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقائد العظيم، وهو الأمر الذي رفضه الكثير من الأمريكيين بمغازلة المرشح الجمهوري للدب الأبيض. وفي حربهم الضروس على مقعد الرئاسة الأمريكية، لجأ كلا المرشحين كلينتون وترامب لتراشق الاتهامات فيما بينهم، متخطيين حدود اللباقة والمناكفة السياسية المتعارف عليها. ومع اقتراب ساعة الحسم، تشير آخر نتائج استطلاعات الرأي في الشارع الأمريكي بتقدم كلينتون على ترامب بفارق 6 نقاط مئوية، وبذلك تزداد الآمال داخل الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية بأن تخلف هيلاري كلينتون الرئيس الأمريكي باراك أوباما وتصبح أول سيدة تجلس في البيت الأبيض. خالد جمال، هنا العاصمة. أول سيدة تصل إلى البيت الأبيض إذا ما فازت هيلاري كلينتون، ده طبعا هيكون خبر مهم جدا. أمريكا فيها يعني بتتقدم الأفكار، يعني كان أول رجل أسود يصل إلى البيت الأبيض 8 سنين عجاف بالنسبة لنا الحقيقة رئاسة أوباما، ثم الآن أول سيدة قد تصل إلى البيت الأبيض. الترشيحات كلها إلا إذا حدثت مفاجأة يعني، ولكن الترشيحات أن هيلاري قد تحصل على 300 من أصوات المجمع الانتخابي، وقد تحدث مفاجآت وهنتابع معاكم لو في مفاجآت. طيب خلونا نرجع للأحداث في مصر، والحقيقة أن احنا في هذا البرنامج اتكلمنا كتير جدا عن حوادث الطرق، واتكلمنا على انه اهميه وجود دوريات راكبه، واتكلمنا على اهميه ان احنا نعمل تحاليل للسائقي الاتوبيسات المدارس، واتكلمنا على اهميه وجود كاميرات، واتكلمنا على اهميه ان احنا بلاش المقطورات على الطرق السريعه في اوقات معينه. لكن واضح ان احنا مفيش يعني احنا بنضحي بارواحنا لمجرد ان احنا مش عايزين نتحرك. الناس بتموت كل يوم على الطرق، والنهارده
كانوا الضحايا أطفال. النهاردة أتوبيس مدرسة سان جون إحدى مدارس الدولية اصطدم بسيارة نقل شايلة بنزين، سيارة محملة بالبنزين، انتهى الأمر بمقتل سائق الأتوبيس المدرسة، اتنين من المشرفين وطفلة صغيرة. طفلة صغيرة بنت عندها 6 سنين يعني وفي طبعا أطفال آخرين مصابين في مستشفيات. الحقيقة أنه يعني لو كان في دورية راكبة موجودة في هذا الشارع أو هذا الطريق، طريق جسر السويس، جرادرات مثلا، ونوقف لو هو مثلا السواق شارب ولا السواق بياخد مخدرات ولا واتفر وسايق بسرعة، لو في دورية راكبة توقف السواق ده علشان شافته سايق بسرعة ما كانتش الحادثة دي هتحصل. لو كان في رادار وكمين بدل الرادارات اللي وقفلنا عشان تاخد مننا ال50 جنيه وال100 جنيه وعشان يلموا الفلوس، رادارات عشان تحمي أرواح الناس. أنا عارفة أنه على الداخلية عبء كبير خاصة في الأوقات دي، ومع بقى الكلام بتاع 11-11 وكده، بس إحنا أرواحنا أهم، إحنا أرواحنا وأرواح ولادنا أهم كمواطنين. أرجوكوا إحنا مش عايزين نرجع تاني للأمن له علاقة بحماية النظام وحماية الأمن السياسي فقط، إحنا عايزين أمن يحمينا إحنا، يحمينا احنا من سوء السلوك، يحمينا احنا من الطرق، يحمينا احنا من السواقين اللي بيشربوا مخدرات وبيقتلوا عيالنا، يحمينا من كل ده. هذا هو دور الامن الاساسي. وقلنا لما اتنبح صوتنا عايزين رادارات، عايزين كاميرات على الطرق، عايزين نفتش على نعمل تحاليل للناس، قلنا الكلام ده كتير، لكن واضح ان احنا مهما قلنا ده كلام بيروح في الهوا. وهو المهم 11-11 هو ده الأهم، عندي أهم حاجة 11-11. الناس بقى تموت على الطريق، الناس بقى يجرى لها حاجة، أسر عيالها تموت على الطريق، مش مشكلة، ما هي حادثة، هنعمل إيه؟ حادثة وقدر. ارحمونا، أرجوكم ارحمونا. قلنا إنه هذه الطرق تحتاج إلى رقابة، هذه الطرق تحتاج إلى رادارات، كاميرات، مستعدين ندفع من جيوبنا، بس ترحمونا وتحمونا من سائقين مش بيعرفوا يسوقوا، بياخدوا الرخص بالواسطة وبالفساد، واحنا تحت بننزل الصبح نتشاهد ونودع عيالنا. خلونا نسمع طفل أصيب في هذه الحادثة. كنا راكبين الباص، انا كنت قاعد بتكلم مع واحد صاحبي، لقينا فجاه يعني كنت قدام الباص خالص، الناس كلها كانت مدمره، راح الناس اللي كانت ماشيه في الطريق وقفوا وكسروا الازاز وطلعونا كلنا، وكان في اصابات كتير، ففي مدرسين كانوا قاعدين بالعربيات بتاعتهم شافونا وطلبوا الاسعاف، الاسعاف جت اخذتنا على طول هنا على المستشفى، ومعظمنا بيتعالج دلوقتي وانا الحمد لله خفيت، والدنيا فرص فرص عشان كانت مفتوحه، وظهري بس كان واجعني والحمد لله بقى احسن شويه. احنا كنا جوه الاتوبيس طلعونا كلنا، وبعدين اللي كان بقى متعور او في حاجه حطوا له شيء يشربوا ميه وحطوا عليه ميه كده. ده ولد كان نازل رايح المدرسة ما كانش هيرجع، في بنت كانت نازلة رايحة المدرسة ما رجعتش. هل احنا لازم نودع ولادنا ونرميهم على الطرق علشان لمجرد ان احنا قررنا ان احنا نهتم ب 11-11 وناسيين الناس؟ مرة اخرى طرقنا السريعة بقت طرق موت، مدارسنا كلها موجودة في أماكن بعيدة، لازم هيطلع على الدائري، لازم هيطلع على المحور، لازم هيمشي على جسر السويس، فهنعمل ايه؟ يعني انا عايزه بس مسؤول يخش يقول لي هنعمل ايه، وما يقوليش ما هي سلوكيات الناس. ما انت مسؤول عن سلوكيات الناس، مسؤول انك تعمل تحليل مخدرات، مسؤول انك تحط دوريه راكبه، مسؤول انك تحط رادارات وانك تطبق القانون، مش بس انك تطبق القانون بالليل عشان تاخد مني ال50 جنيه. في ارواح بشر. دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه، مساء الخير يا دكتور. الاخبار الجرحى ايه والاصابات؟ مساء الخير يا استاذ رميس، بقاء لله طبعا في المتوفين، ويعني
خالص عزينا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. الحادث ده أسفر عن وفاة 4 أشخاص منهم مشرفة ومدرس وسائق الاتوبيس، والحالة الوفاة الرابعة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات. لا إله إلا الله. قال الله. في 17 مصاب الحقيقة، يعني فور وقوع الحادث كان في 9 سيارات إسعاف نقلوا المصابين إلى مستشفى الكهرباء في حوالي مثلا يمكن 6 دقائق ونص 7 دقائق كانوا متواجدين بالمستشفى، منهم حالة هم 18 مصاب بالظبط اللي وصلوا المستشفى. في طفلة يعني توفاها الله اللي ذكرتها لحضرتك لما وصلت المستشفى. في بقية 17 مصاب خرج منهم الحمد لله 10 حالات خروج تحسن من المستشفى، متبقي 7 حالات. دكتور شريف وديع ده أستاذ رعاية في طب عين شمس ومستشار وزير الصحة للرعاية المركزة، توجه المستشفى بناء على تكليف من السيد الوزير، كان مع رئيس قطاع الرعاية العاجلة والحرجة، مر على كل الحالات الأطفال المحتجزين بالمستشفى 7 المتبقين منهم 3 في الرعاية المركزة، طلبنا لهم فحوصات أشعات تلفزيونية وأشعات مقطعية، يعني لحد ما تم الاطمئنان على حالتهم. منهم حالة الحمد لله مستقرة تماما، يعني حالتين حالتهم متوسطة إن شاء الله نطمئن عليهم في الساعات القليلة القادمة. عندنا أيضا 4 حالات محتجزين في القسم الداخلي، منهم 2 خضعوا لعمليات كسور في الساعد الأيمن والأيسر، والحالة الأخرى برضو كانت تعاني من قطع في أحد الأوتار القدم اليمنى. طب دكتور هل فعلا المستشفيات محتاجة تبرع بالدم لأن ده انتشر على السوشيال ميديا، هل هذا دقيق ولا غير دقيق؟ ده تم التأكد منه بقى بنفسنا، الدكتور شريف وديع هناك، الدكتور عفاف أحمد مدير عام بنوك الدم تواصلت مع الدكتورة غادة مدير مستشفى الكهرباء، وأنا تواصلت معها تاني تأكيدا، وهي ادتني حتى رصيد أكياس الدم المتواجد عندها. هي كان عندها رصيد قليل الصبح لكن يعني حصلت على دم، عندها دلوقتي رصيد كافي، يمكن عندها من او بوزيتيف بالذات اللي كان تردد عليه الشائعات 29 كيس، وعندها 4 او نيجاتيف، وعندها اي بوزيتيف 24 واي نيجاتيف 3، عندها كل، وبالتالي عندها رصيد. عندها رصيد كافي، واحنا عندنا رصيد كافي جدا من الفصائل المختلفه في بنك الدم في العباسيه، والحقيقه عرضنا عليها انها يعني تاخد دم لو كان عندها اي فصيله معينه ناقصه، فهي قالت لما تحتاج تتواصل معنا واحنا نوفر لها الدم. طيب. ده فورا، فعايزين نطمن الناس ان مفيش مشكله خالص بس في اكياس الدم، لان فعلا يعني دي انتشرت بقوه. صح، يعني ده بنطمن الناس انه في دم كافي في هذه المستشفيات ومفيش فصيله ناقصه يا جماعه، عشان انا عارفه ان ده انتشر. طب دكتور هل بالفعل دقيق ايضا ما انتشر انه السائق تعرض لغيبوبه سكر قبل الحادث وتوفي، ولا ايه بالظبط اللي حصل؟ هل عندنا معلومات؟ لا خالص، احنا ما فيش اي معلومات. يعني هو السائق توفى، يمكن 3 حالات الوفاة اللي كانوا في موقع الحادث في البداية كانوا السائق والمشرفة والمشرف اللي كانوا موجودين، دول يعني تقريبا يعني فور وصول سيارات الاسعاف، بقول حضرتك وصلوا في 7 دقائق أو 6 دقائق ونص بالظبط، وثلاث وفيات اللي ذكرتهم لحضرتك. لكن يمكن هي الطفلة الوحيدة اللي هي 6 سنوات يعني قال فيها، هي دي اللي تم نقلها للمستشفى وبعدين توفت. هل ودي اخواتها في العنايه المركزه ولا ايه دكتور؟ هي هم 3 اشقاء بالفعل، لها 2 شقيقتين في العنايه المركزه، يعني ربنا يصبر طبعا ذويهم ويقومهم يا رب بالسلامه. لا ان شاء الله نطمن عليهم. يعني طيب هل احنا هنشرح الجثه عشان نعرف اذا كان في مخدرات ولا لا يا دكتور؟ والله يا فندم هو يعني هو الجزء ده شويه مختص بالطب الشرعي، يعني احنا انا عارفه جزء حساس، لكن في النهايه احنا عايزين نعرف الحادثة حصلت ليه. هي دي هتبقى اجراءات النيابه مع الطب الشرعي، يعني احنا كوزاره الصحه بنحفظ الجثث داخل الثلاجات لغايه لما اجراءات النيابه والطب الشرعي بيقوموا بيها، بس لكن احنا كصحه يعني ما بنبقاش منوطين بالجزء ده. صحيح. غير ان احنا طبعا بتيجي النيابه وبتخش وبتاخد اجراءاتها كامله والطب الشرعي كذلك. بشكرك دكتور خالد مجاهد متحدث باسم وزاره الصحه، والحقيقه وزاره الصحه فعلا كانت موجوده بسرعه ولها يعني نقلت بسرعه الناس في 7 8 دقائق. خلونا ناخد دكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحه الادمان. دكتور عمرو طبعا انا ما اعرفش، احنا ما نعرفش ليه سبب الحادثه حتى هذه اللحظه، العربيه كانت واقفه، التريلا بتاعه البنزين كانت واقفه، وواضح ان السواق دخل فيها، ما نعرفش هل
هل هو مثلا فعلا تعب وما شافش العربيه؟ هل هو كان في مخدرات؟ ما نعرفش ايه السبب، اختلت عجله القياده. لكن خلينا نسال عن ان احنا الكشف، الكشوف اللي بتتعمل على السائقي بالذات اتوبيسات المدارس فيما يخص المخدرات. تحياتي يا فندم. احنا الحقيقه خلال الاسبوعين اللي فاتوا تم القبض على 31 سائق بتعاطي المواد المخدرة، سائق حافلة مدرسية على مستوى القاهرة الكبرى. الحقيقة ده كان من إجمالي عدد 832 سائق، يعني احنا تقريبا بنتكلم على حوالي 3.7% نسبة التعاطي. للأسف برضه احنا يمكن خلال الفترة اللي فاتت وجدنا عدد كبير جدا من السائقين عندهم الصحيفة الجنائية فيها مشكلة، وبالتالي برضه الحقيقة تم يعني اتخاذ إجراءات مع الداخلية بشأن يعني تحويلهم للنيابة. لكن هل الرقم حاليا في الفترة الحالية قل عن أو النسبة قلت عن السنوات السابقة؟ الحقيقة قلت بشكل كبير عن السنوات السابقة. السنة اللي فاتت كانت نسبة التعاطي ما بين سائقي المدارس حوالي 9%، السنة اللي قبلها كانت 12%، السنة دي بنتكلم في حدود تقريبا 3%، لكن ستيل لغاية دلوقتي ما زلنا بنعاني من مشكلة مخدرات ما بين سائقي أتوبيسات المدارس، وما زلنا نتلقى شكاوى من الأسر لأي حالات اشتباه للمخدرات ما بين سائقي المدارس، وبالفعل بنتعامل معاها من خلال وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم. بتراجعوا كل المدارس يا دكتور؟ يعني بتراجعوا مثلا مدارس الخاصة ومدارس الحكومة ومدارس الدولية، كل المدارس؟ المدارس الحكومية ما فيهاش سائقين، ما فيهاش أتوبيسات، يعني أتوبيسات مدرسية بالأساس، لكن احنا عملنا داتا بيز من خلال وزارة التربية والتعليم فيها 4000 سائق حافلة مدرسية، جميعهم هيخضع للكشف خلال هذا العام الدراسي، واحنا بالفعل ابتدينا تقريبا حوالي 832 سائق بدأنا بيهم في محافظة القاهرة حتى الآن، لكن هيتم يعني مسح كامل لمشكلة المخدرات ما بين كل سائقي الحافلات المدرسية. هل المدرسة دي من ضمن المدارس اللي انتوا عملتوا لها التحليلات؟ السنة دي يا فندم احنا ما كناش نزلنا لسه المدرسة ديت، لكن هي كانت من ضمن الخطة اللي احنا كنا هننزل فيها، لان كل مدارس اللغات والمدارس اللي فيها باصات هتخضع لعملية الكشف. كل المدارس بما فيها مدارس الدولية يا دكتور؟ بما فيها طبعا المدارس الدولية هي الأساس كمان، وعلى مستوى محافظات مختلفة مش بس القاهرة. ازاي المدارس تقدر تساعدكم في هذا الأمر؟ ازاي المدارس؟ ان المدارس ما تخبيش الحقيقة. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا لما بننزل مدرسة بنلاقي ان في بعض الاحيان ان الادارات المدرسيه بتخبي سائق المدرسه، ومعنى ان هي بتخبي سائق مدرسه معنى ان هي عارفه ان هو بيشرب مخدرات. يعني احنا في اوقات كثيره جدا بيحصل حالات هروب وبيحصل حالات تعقب لسائق الحافلات المدرسيه، للاسف الاداره المدرسيه ساعات بتكون متواطئه في يعني هذا الامر، والحقيقه ان احنا لقينا مدارس دوليه يعني سمعتها قويه جدا بتعمل هذا الموضوع. فاحنا الحقيقه محتاجين تكاتف من الادارات المدرسيه ان هم يساعدونا، ما يكونش فيه اي يعني تواطؤ لتهريب بعض السائقين. في نفس الوقت كمان بنقول للاسره المصريه يا ريت تتواصل معانا على 16023 لو في اي حاله اشتباه لتعاطي المواد المخدره ما بين السائقين، يا ريت تتواصلوا معانا. عايز اقول لحضرتك ان احنا الاسبوع اللي فات كان في 7 بلاغات، وبالفعل ال7 بلاغات اللي احنا نزلناهم لقينا ان في حالات ايجابيه تعاطي مخدرات ما بين ترامادول وما بين هيروين ما بين سائقي الاتوبيسات المدرسيه. بشكرك دكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحه الادمان. دور اخر للداخليه، موضوع المخدرات. ما المخدرات دلوقتي بقت بتتباع في الشارع، يعني في اماكن فيها المخدرات عادي بتتباع في الشارع. ده انا مش عايزه اتكلم على مناطق في المهندسين، في المناطق كتيره في المهندسين اماكن بقت مقفوله بتتباع فيها المخدرات. منطقة الصحفيين، منطقة يعني الحقيقة انه موضوع بقى صعب جدا. فأرجوكوا القصة ما بقتش 11-11، القصة امننا احنا، حياتنا احنا. الامن السياسي بدأ يطغى على الامن الجنائي. ارجوكم الامن الجنائي والامن اللي يتعلق بالمواطن والسرقة والجريمة والمرور، دي حياتنا. القصة مش كلها مظاهرات، مش كلها نقبض على شوية عيال وندخلهم السجن، مش كلها أمن نظام. نرجع تاني أمننا كمواطنين، لو أنا حسيت إنه هذا الجهاز يعمل من أجل أمن المواطن، علاقتي بيه هتتحسن، حياتي هشعر باستقرار. البنت دي ما كانتش هتموت وعندها أختين في العناية المركزة. ربنا يصبر أهلها يا رب.
نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نتكلم عن الدواء وهنتكلم عن اللي حصل في الجامعة الأمريكية بالأمس، ونتكلم على الإنسولين أيضا. وعايزين نطمنكم، الإنسولين موجود في الأسواق، موجود في الصيدليات، موجود في المستشفيات، موجود في كل مكان، ما تصدقوش الشائعات.